ما نأمله أن يكون جميع الحاضرين قد وصلتهم فكرة مفصلة وعميقة عن تدابير هذا القانون الذي يصب في حماية مدننا من فوضى العمران وتغطية حواضرنا وأيضا حماية أراضي الدولة من الاعتداءات ومن الاستباحات التي شهدتها خلال العقود الماضية من أجل جزائر أكثر ازدهارا وأكثر جمالا كما لا يحوزني أن أذكر السيد ولي الولاية على المبادرة بتنظيم هذا اليوم الدراسي على أمل أن تتبعه أيضا لقاءات ندوات ونقاشات أخرى لأجل توضيح تدابيره ومبادئه. إذا في الختام نشكر جميع هؤلاء الذين حضروا ونأمل أن يسدد الله خطاكم جميعا خاصة المعنيين والمذكورين بصفاتهم في صلب ومتن هذا القانون في تطبيقه والسهر على تنفيذ مهامهم. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.